يا إخواننا العرب المسلمين، حكاما وشعوبا وتجارا، حيث أعربتم عن غضبكم وعن أنكم لستم مستعدين لقبول أي إساءة في جناب سيدنا محمد رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله الذين لم تطلع الشمس على أتقى منهم وأفضل منهم وأشرف منهم. هنيئا لكم وشكرا أيها العرب. واسمحوا لي في هذه اللحظة أن أتقدم إليكم باقتراح ورجاء من أخ لكم في الدين لا في التراب والطين، أن عليكم واجبا أكثر من ذلك، فليست هذه هي الوقعة الوحيدة التي استرعت انتباهكم، بل هناك مظالم ومظالم ومظالم مستمرة على المسلمين المضطهدين الممتحنين في الهند، على إخوانكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. تهدم المساجد، تهدم البيوت، بيوت المسلمين، ولا أستطيع أن أحكي لكم قصة المظالم كلها وأنتم أدرى بذلك. فهل تسمحون لأخيكم هذا أن أرجوكم أن تستعملوا ما من الله عليكم من القدرات وما من الله عليكم من الاستعداد العظيم، حيث تستطيعون أن تضغطوا على حكومات العالم لا سيما على حكومة الهند؟ فنحن نعرف أن بينكم علاقات اقتصادية مهمة جدا، وتستطيعون أن تضغطوا على حكوماتنا وعلى هؤلاء الزعماء المتطرفين وأن تلعبوا دورا هاما في القيام بالقسط. فهذه مهمتكم، وأرجوكم رجاء متواضعا ولكن رجاء بحق أن تستعملوا ما من الله عليكم من الثقة والاعتبار ومن القوة والوزن، فتخففوا على إخوانكم المسلمين المستضعفين في هذه البلاد. والله يتولاكم ويحفظكم ويرعاكم ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.